بعد معاهدة أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير عام 93، تفضل. بالنسبة لإسرائيل، I'm glad to hear أنا سعيد أن أستمع من الزملاء بأن إيران تحاول أن تتعاون. ثانيا، أنا سعيد أن أسمع أن كل ما يظن أنه مهم هو الضمانات، وهذه النقاط قابلة للتفاوض حسب ما أعتقد. المشكلة هي أن إيران قد بدأت بالفعل اجتماع فيينا بطريقة بالغت بمدى الخلافات. نحن لا نعرف ولا ندري بالضبط ما هو الموقف الإيراني، فإن كان ببساطة أمر يتعلق بعملية توقيت توزيع اليورانيوم منخفض التخصيب إلى خارج البلاد للتحضير لهذه العناصر الوقودية، فأني أعتقد أن الخلافات بين إيران وشركائها المفاوضين قابلة للتفاوض. ولكن من ناحية أخرى، إن كان ما يقومون به هو التشكيك بأساس القضية من جذورها ويصرون بالتالي بأنهم يخصبون اليورانيوم إلى مستوى عالي أي 20% في إيران، عندها هذا سوف يدمر الاتفاقية وينسفها، وسيكون تحركا أحمقا من جانب إيران، وهم بذلك سيحرمون أنفسهم والشعب الإيراني من الفرصة لتحسين الجو مع الولايات المتحدة، وبالتحضير أيضا للحوار الشامل، والذي هو أمر يريده الأمريكان والإيرانيون. إذن آمل أنهم يناقشون الضمانات، وأنهم لا يناقشون تغيير المقترح كله بجانبه الجوهري. تتحدث وكأنما الموضوع هو بين إيران والولايات المتحدة، مع أن بريطانيا، فرنسا، وإلى حد ما ألمانيا هي تتخذ نفس الموقف الأمريكي ضد إيران. ولكن كيف يمكن طمأنة الإيرانيين الذين يعتبرون شحنة معظم 1200 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا ومن ثم إلى فرنسا، يعني يعتبرونه فخا من الغرب للاستيلاء على مخزونهم الاستراتيجي، ومن هنا يقترحون رفع نسبة التخصيب داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية؟ هذه ما رشح من الاقتراحات التي هي الآن لدى محمد البراعي، يعني تخصيب كل اليورانيوم داخل إيران بإشراف الوكالة. هل تعتقد أن الغرب سيقبل بهذا الاقتراح؟ الغرب وروسيا والصين لن تقبل حسب ما أعتقد بالمقترح بأن إيران يمكن أن تخصب اليورانيوم المطلوب للقضبان الوقودية للمفاعل البحثي لإيران داخل إيران، ومن الخطأ قبول هذا المقترح. لماذا؟ لأن قرار مجلس الأمن يدعو إيران لكي تعلق كل النشاطات المرتبطة بالتخصيب. الآن المقترح الذي أتى أصلا من إيران بأنه سيكون هناك تعاون دولي بالنسبة لإعادة تزويد هذا المفاعل بالوقود، والذي بعد ذلك تم تطوير هذا المقترح من قبل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بمساعدة البرادعي، يقدم لإيران وشركائها المفاوضين بفرصة نادرة للتحضير وللتهيئة لعملية التفاوض الأساسية. عملية التفاوض الأساسية والرئيسية والتي يقول الكل إنهم يريدونها هي تتمثل في الحديث عن المستقبل على المدى البعيد فيما يتعلق بالتعاون بين المجتمع الدولي وإيران. إذن إن كان الإيرانيون يطلبون الكثير الآن، فإنهم سيخسرون جزء، وهو هذا الجزء يتمثل بفرصة مهمة. إذا طالبتم الكثير فستخسرون الكثير وتفقدون ثقة
المجموعة الدولية كما قال السيد ريتشارد؟ يعني المجموعة الدولية هل لديها ثقة بإيران؟ إذا كانت ثقة لديهم بإيران ما كان هذه المشاكل موجودة لحد الآن. لا لا يعني النقاط الموجودة المشاكل يعني بدأت، كانت كل شيء ماشي على ما يرام بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، وإيران موقع على المعاهدة عدم انتشار السلاح النووي، الانتشار النووي، إلى أن جاءت صفارة الإنذار من المعارضة الإيرانية عام 2002 حول مفاعل ناتانز السري لمدة 18 عاما، وهو بدأت المشاكل. صحيح، صح ولا لا؟ صحيح. بالإضافة إلى ذلك يعني الآن وجود هذا المفاعل بالقرب من قم الذي اكتشفته الاستخبارات الغربية وأعلنتم والله يوجد عليه، يعني من يدري هنالك عشرات الأماكن السرية يعني يجب أن 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 تحصلوا على ثقة العالم. يعني النقطة الرئيسية أن إيران لديها، نعم كانت لديها محطات ناتانز وكذلك أراك، ولكن في نفس الوقت نحن نعلم أن إيران كانت تحت عقوبات دولية، وإذ كانت الدول الغربية تعلم بأن إيران لديها عقوبات دولية أتت بعد 2003 يا سيدي، قبل ذلك كان هناك عقوبات أمريكية فقط. هو العقوبات الأمريكية كانت تضغط على الشركات، عقوبات على إيران، وحتى الشركات الغربية كانت تمنع ولم تعطي إيران أي صناعة فنية بالنسبة للتخصيب الأورانيوم أو تقنية نووية. إيران حصلت على هذه التقنية بشكل سري، إذ كانت تريد أن تعلن بأن لدينا مشروع نشاط سلمي في إطار الوكالة الطاقة الدولية، كانوا يسدون الطريق كما أقلقوا جميع الأبواب على إيران بالنسبة لتقنية التقنية النووية من جميع الدول الغربية. ولكن في نفس الوقت هناك نقطة، هناك عمليات من جانب الدول الرئيسية وهي بريطانيا، فرنسا وألمانيا وكذلك الولايات المتحدة، حتى الضغط على الوكالة الطاقة الدولية ورجوع الملف النووي من الوكالة إلى مجلس الأمن. يعني هناك كانت المسألة تقنية أعطاه طابع سياسي، ولما يعطوه طابع سياسي بضغط أمريكي فرنسي بريطاني، وذاك كان في فترة حكومة بوش، يعني نعلم جيدا أن هناك كانت اختلاف سياسية بين إيران. لا أريد أن أخرج من الموضوع، بس النقطة الرئيسية أريد أن أقول بأن خروج الملف النووي لإيران من الوكالة الطاقة الدولية كان بضغط سياسي ولن يكون بمسألة فنية، لأن الوكالة الطاقة باختصار قبل أن تقل باختصار very briefly، هل سيس الغرب موضوع ملف إيران النووي حيث انتقل من فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن؟ بالتأكيد كلا، لأن إيران هي من اتخذ القرار لإخفاء برنامجها، وإيران هي من اتخذ القرار السياسي بأن لا ترد بشكل تام على السؤال المشروع المتعلق بما طرحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعد عسكري محتمل لبرنامجها. مع أن الوكالة الدولية حتى هذه اللحظة لا يوجد لديها أي دليل أن برنامج إيران هو لأغراض عسكرية. تفضل. التقارير الآتية من السيد البرادعي والذي كما تقول أنه يحاول أن يوجد أرضية وسطا تشير بوضوح إلى أن إيران لم ترد بشكل مرض أو حتى على الإطلاق في بعض الحالات على السؤال المشروع الذي تطرحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بعض النشاطات الإيرانية. إذن عملية التسييس ليست النقطة هنا، السؤال هنا مرتبط بأمور فنية، ولكن القرارات التي يتخذها الناس بشأن نشاطاتهم النووية هي شرعية قانونية وسياسية، بالإضافة إلى أنها فنية وتقنية أيضا. قبل الفاصل أنتقل إلى موسكو. سيد ماتازوف، ما رشح حتى الآن من تصريحات على الأقل المسؤولين الإيرانيين حول شحن جزء وليس معظم اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا ثم إلى فرنسا لتحويله إلى ألواح وقود، لاقت ردودا سلبية من الغرب. هل تقبل روسيا بالتعديلات التي تطالب بها طهران الآن؟ أنا أتصور أن هذا الموضوع موضوع
ألف 200 كيلو أو جوزعاً يرجع إلى روسيا وبعدين إلى فرنسا. هذا موضوع المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1. ولكن أنا أشير إلى أشياء مبدئية بهذا الخصوص. أولاً